بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة. سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان حساب النهايات للسنة الثانية والثالثة ثانوي لجميع الشعب. أنصحكم بمتابعته نقطة بنقطة لأنه فيديو رائع، حيث قال: أدرس نهاية الدالة في كل حالة من الحالات الآتية. يوجد لنا 7 حالات. كل مرة هنا عندنا قال من ناقص ما لا نهاية وعند الزائد ما لا نهاية، وهنا عند الناقص ما لا نهاية الزائد ما لا نهاية وعند الاثنان. لماذا الاثنان؟ لأن قيمة ممنوعة معناها تعدم المقام. وهنا عند الناقص 3 وعند الاثنان وعند الأربعة، وهنا عند الناقص ما لا نهاية وعند الزائد ما لا نهاية وعند الواحد وعند الناقص 2، لأن الواحد والناقص 2 يعدمان المقام يا أبناء. إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل. ننطلق في الإجابة على هذا التمرين. إذا نكتب هنا دراسة إذن أو حساب مباشرة حساب النهائيات. كما تعلمون أبنائي، إذن أولا عندنا المثال الأول الذي يقول ليميت f لx اللي هي 4 في x مكعب ناقص 2 x ناقص 1. أكيد في الأول لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية يساوي. تقول القاعدة ماذا؟ بما أن هذه العبارة هي كثير حدود فنأخذ الحد الأكبر أس، معناها تصبح لنا تساوي لنا ليميت ماذا؟ 4 اكس مكعب لما اكس يؤول الى ناقص ما لا نهاية وتساوي. ياتي هنا ونعوض كانما ناقص ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية. كم تعطينا؟ تعطينا ناقص ما. لماذا؟ لان كانما نعوض هكذا ناقص ما لا نهاية، هنا 4 في ناقص ما الكل قوة 3، الناقص في الناقص في الناقص 3 مرات، يبقى لا ناقص. اذا عند الناقص ما تعطينا كم؟ ناقص ما لا نهاية. الآن عند الزائد ما لا نهاية، إذا وضعنا هنا زائد ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية، نضع هنا زائد ما لا نهاية في زائد ما لا نهاية في زائد ما لا نهاية تسهل لنا كم؟ زائد ما لا نهاية. إذا النهاية هنا في هذا المثال عند الناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، وعند الزائد ما لا نهاية زائد ما. أما إذا سبقت هنا بناقص فيعكس كل شيء، لأن تصبح لنا هنا زائد ما لا نهاية ونضربها في هذا الناقص تصبح ناقص ما لا نهاية. أرجو قد فهمتم الفكرة العامة. بعدما أنهينا مع المثال الأول نتطرق الآن إلى المثال الثاني، كذلك دالة كثير الحدود التي هي ليميت ناقص x قوة 4 ثم زائد 3x مربع زائد 7 لما x في الأول يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي. بما أنها كذلك كثير الحدود نأخذ الحد الأول الأكبر، تصبح ناقص x قوة 4 لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي. عوض هنا بالناقص ما، ناقص في ناقص في ناقص في ناقص 4 ناقص، وعندنا الخامس ها هو. إذا بما أن 5 ناقص تصبح لنا ناقص ما لا نهاية. لاحظتم لماذا تصبح لنا ناقص في ناقص ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية؟ الناقص في الناقص زائد في ناقص ناقص في ناقص زائد في ناقص، هذا يعطينا ناقص. أرجو قد فهمتم. الآن عند الزائد ما لا نهاية كذلك نعوض هنا بزائد ما لا نهاية وهنا بزائد ما يصبح لنا هنا زائد ما لا نهاية في زائد ما 4 مرات هي زائد ما، والناقص هذا يجعلها ناقص ما لا نهاية. إذا النهاية هذه الدالة اف عند ناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، وعند الزائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، لا عند الزائد ما لا نهاية كذلك ناقص ما لا نهاية، لأن أعطيت لنا ناقص 4 هنا زائد في زائد في زائد في زائد زائد، والناقص يصبح لنا ناقص ما لا نهاية فقط. أرجو قد فهمتم الفكرة. بعد أبنائي نأتي الآن إلى المثال الثالث، لكن ركزوا، الذي هو ليميت ليميت x زائد كم؟ زائد 2 على x ناقص 1 عفوا ناقص 2 لما ال x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. بما أن هذه تسمى دالة كيف تناظرية، فتقول قاعدة عند الزائد ما ناقص ما نأخذ أكبر حد على أكبر حد، ما نصبح لنا ليميت x على x هكذا نأخذ هذا مع هذا لما x أولا يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، يذهب هذا مع هذا كم تصبح لكم؟ تصبح لنا 1 ليس 0. وعندنا كذلك ليميت f لx لما ال x يؤول إلى زائد ما لا نهاية كذلك نأخذ أكبر حد على أكبر حد مثل هذا فتساوي لنا 1. وهنا يوجد لنا التفسير بياني، نقول y يساوي لنا 1 مستقيم مقارب موازي لمحور فواصل أو مستقيم مقارب أفقي حتى نفهم جيدا. إذا تقول القاعدة إذا حسبنا النهاية عند ما لا نهاية ووجدناها عدد يعني قيمة منتهية فنقول إي يساوي ذلك العدد مستقيم مقارب أفقي.
بعدما أنهينا الآن عند المالانهاية نأتي الآن إلى حساب النهاية عند ماذا؟ عند الاثنان. لماذا الاثنان؟ لأنه يعدم مقام قيمة ممنوعة. فتصبح لنا هكذا ليميت f لإكس اللي هي x زائد 2 على x ناقص 2 لما الإكس يؤول إلى الاثنان أولا بقيم أقل، تصبح لنا تساوي، ركزوا أرجوكم هنا إما أبنائي نعلمكم شيء، أنه نأتي إلى وضع هكذا جدول إشارة في المسودة، يكفينا في المسودة x، وعندنا الإشكال أين هو؟ الإشكال في المقام، فنضع هنا x ناقص 2، نضع إشارة، نضع جدول إشارة المقام، أين ينعدم x ناقص 2 لو جعلناه يساوي صفر في المسودة هذا؟ تصبح لنا x يساوي كم؟ 2، إذا نضع هنا 2 هكذا نقول من هنا نفس وهنا عكس حتى نفهم جيدا أنها عبارة من الدرجة الأولى. الآن هذه الصفر هنا الصفر، هنا نقول بقيم أقل وهنا بقيم أكبر، هنا قيم أقل وهنا قيم أكبر، فتصبح لنا عوض الآن هنا في البسط بقيمة 2 لأن هنا نعوض بإثنان وهنا نعوض بإثنان، في إثنان في المقام أكيد يصبح لنا الصفر ولا يوجد عدد على صفر في الرياضيات. لما نعوض هنا بالإثنان كم تجدون؟ تجدون 2 زائد 2 اللي هي 4، أكيد المقام صفر، لكن انظروا إلى هذه الجهة بقيم أقل ناقص، وأي عدد ما عدا الصفر، أي عدد على الصفر هو ما لا نهاية، تبقى لنا هنا زائد وهنا ناقص لأن صفر ناقص يصبح لنا ناقص ما لا نهاية هكذا. أما إذا وجدتم العكس، هنا كان عندكم ناقص، أكيد يصبح لنا هنا زائد وهنا ناقص، فتضعون هنا صفر زائد، أرجو قد فهمتم الفكرة، يعني هذا الجدول سوف يساعدنا. ثم بعدها نقول ليميت x زائد 2 على x ناقص 2 لما الx يؤول إلى الاثنان الآن بقيم أكبر، بقيم أكبر ها هي هذه الجهة، انظروا ما هو الإشارة، إنها الزائد، تصبح لنا لما نعوض هنا بإثنان تصبح لنا 2 زائد 2 اللي هي 4 على 0 زائد، تعطينا زائد تعطينا ما لا نهاية وهنا زائد في ناقص في زائد تصبح لنا زائد ما لا نهاية. أرجو قد فهمتم فقط المقام نحتاج إلى إشارته. الآن يقول أحدكم وماذا نكتب في ورقة الإجابة؟ في ورقة الإجابة يمكن أن نكتب هكذا كما يمكن أن نكتب إلا هذه الجواب، وهذا يمكن أن لا نكتبه لأن الكثير يقول نزعت كلمة الصفر زائد وصفر ناقص، لكن هي ما زالت موجودة عادي. الآن هنا تقول قاعدة إذا حسبت النهاية عند عدد ووجدت أنها ما لا نهاية، انظروا حسبناها عند عدد وجدت ما لا نهاية، نقول x يساوي ذلك العدد الذي حسبنا عنده مستقيم مقارب عمودي أو موازي لمحور التراتيب، إما نقول مستقيم شاقولي أو عمودي أو موازي لمحور التراتيب، هذه مثلا بهذه الطريقة، كما يوجد لنا طريقة اللي هي من مبرهنة موجودة في الكتاب المدرسي السنة الثانية والثالثة التي تقول ليميت 1 على x ناقص a ناقص قلت a لما x يؤول إلى a بقيم أقل تساوي ناقص ما لا نهاية، وليميت 1 على x ناقص a لما x a x يؤول إلى a بقيم أكبر تساوي لنا زائد ما لا نهاية، هذه نهايتان. نطبق على هذا المثال تصبح لنا هكذا ليميت x زائد 2 ضرب 1 على x ناقص 2 لما الإكس يؤول إلى الإثنان بقيم أقل، لماذا؟ لأن هذا الكسر كتبته البسط في واحد البسط، البسط ها هو في مقلوب، انشروا هذا في هذا وهذا مقامه هنا، هذا في هذا وهذا في هذا، نعود إلى الأصل حتى نفهم جيدا، لماذا قمت بكتابة هذه حتى تفهموا جيدا؟ حتى نتحصل على هذا المثال يطبق عليه هنا، وتصبح لنا كم؟ هنا لما نعوض بالإثنان تصبح لنا 4 في الأخرى اللي هي كم؟ اللي هي ناقص ما لا نهاية، لأن هنا تعطينا قلنا كم ناقص ما، لأن هنا كأنما ضعوا هنا الإثنان وهنا إثنان حتى تفهموا المبرهنة، فتصبح لكم 4 في ناقص ما لا نهاية أكيد إنها ناقص ماذا؟ ناقص ما لا نهاية. بنفس الخطة الآن نقول ليميت x زائد 2 في 1 على x ناقص 2 لما x يؤول إلى الإثنان بقيم أكبر، هذه بقيم أكبر ها هي قيمتها، هي الزائد ما لا نهاية، وهنا نعوض بالإثنان زائد ما لا نهاية في 4 إنها زائد ما لا نهاية. والتفسير البياني هو x يساوي 2 مستقيم مقارب عمودي أو موازي محور التراتيب أو شاقولي حتى نفهم جيدا. يمكن الآن هنا أن نترك أو نترك هذه النهايات لأن سوف نستعملها في بقية الأمثلة التي بقيت لنا،
أو نتركها هكذا. عندنا كذلك المثال الذي جاء بعده، المثال الرابع. في المثال الرابع أبنائي عندنا تصبح لنا هكذا ليميت أكبر حد على أكبر حد، يعني نحن نتحدث على هذا المثال أكبر حد على أكبر حد، اللي هي تصبح لنا إكس مربع على إكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. قلت على ناقص ما لا نهاية، يذهب هذا مع هذا، تصبح لنا ليميت إكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، أعوض هنا بالناقص ما لا نهاية، تصبح لكم ناقص ما لا نهاية. الآن عند الزائد ما لا نهاية، نضع هنا زائد ما لا نهاية، وهنا زائد ما لا نهاية، وتصبح لنا زائد ما لا نهاية. إذا ليميت إف لي إكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، أعطت ناقص ما لا نهاية، وعند الزائد ما أعطت لنا زائد ما لا نهاية. هل يوجد تفسير بياني؟ التفسير البياني أنه ننفي هنا مستقيم مقارب أفقي، يعني لا يوجد مستقيم، ممكن يكون لنا مستقيم مقارب مائل. بعدها نأتي الآن إلى نفس الدالة لكن عند الناقص ثلاثة، لماذا؟ لأن الناقص ثلاثة قيمة ممنوعة هنا في المقام. بنفس الشيء نقول هكذا ليميت اللي هي إكس مربع زائد ثلاثة إكس على إكس ناقص أو زائد ثلاثة لما إكس يؤول إلى الناقص ثلاثة الآن بقيم أقل تساوي. الآن لو نعوض في البسط، عوض هنا بناقص ثلاثة تصبح لكم تسعة، وعوضوا الآن هنا بناقص ثلاثة ناقص تسعة على ماذا؟ ركزوا جيدا وانتبهوا أرجوكم نقطة نقطة فلا نتعجل. وفي المقام لو نعوض هنا في هذا المثل بناقص ثلاثة، ناقص ثلاثة زائد ثلاثة تصبح لنا كم؟ تصبح لنا صفر على صفر، وهذه حالة عدم التعيين. كيف نزيلها؟ يمكن أن نزيلها بهذه الطريقة اللي هي طريقة الاختزال. كيف؟ تصبح لنا هكذا ليميت، استخرجوا الإكس عن مشترك، إكس في إكس زائد ثلاثة على إكس زائد ثلاثة لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الناقص ثلاثة بقيم أقل، يذهب هذا مع هذا، فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا ليميت إكس لما إكس يؤول إلى ناقص ثلاثة، وتساوي لنا عوض هنا تصبح لنا ناقص ثلاثة بقيم أكبر أو قيم أصغر، كلاهما تصبح لنا ليميت كذلك إف لإكس لما الإكس يؤول إلى الناقص ثلاثة بقيم أكبر، كذلك بما أنها تعطينا هذه القيمة فتصبح لنا كم؟ ناقص ثلاثة فقط أبنائي. إذا لاحظتم مع احترام أنه دائما إكس هنا لا يساوي الناقص ثلاثة كاحترام مجموعة التعريف، لأن لا يمكن إحداث أي تغيير على عبارة دالة حتى نحترم مجموعة التعريف، يعني هنا لا يمكن أن نختزل هكذا إلا إذا قلنا إكس لا يساوي ناقص ثلاثة، حتى تفهموا جيد، لأن من قواعد تغيير عبارة دالة يجب أن نحترم مجموعة التعريف. إذا بعدما أنهينا مع هذه العبارة وجدنا أن النهاية عند الناقص ثلاثة هي ناقص ثلاثة في كلا الطرفين. هل يوجد هنا؟ يوجد لنا نهاية، هنا لا يمكن أن نقول مستقيم، إنما نهاية الدالة عند الناقص ثلاثة هي ناقص ثلاثة. بعدها أبنائي بعدما أنهينا مع هذا المثال وطبقنا قاعدة الاختزال، نأتي الآن إلى المثال الخامس. مثال الخامس اللي هو ليميت 2x زائد 1 ناقص 1 على x ناقص 2 لما أولا لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. هنا المعروف أنه ليميت، انظروا جيدا، 1 على x ناقص 2 لما إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، هذه يصبح لكم واحد على ما لا نهاية، لأن هنا لو نعوض يصبح لنا واحد على ما لا نهاية اللي هي صفر، معناه هذا الجزء يذهب إلى صفر، لأن هنا لو عوضنا بالناقص ما يصبح لنا واحد على ناقص ما هو صفر. الآن نأتي إلى هنا ونعوض، كم تصبح لنا؟ اثنان في ناقص ما لا نهاية إنها ناقص ما لا نهاية. الآن عند الزائد ما لا نهاية يصبح لنا ليميت إف لإكس لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، إذا هنا هذه كذلك هنا عند الزائد ما لا نهاية هذه تصبح واحد على ما لا نهاية اللي هي صفر. بما أن هذه تذهب إلى الصفر فأعوض هذه إلى هنا تصبح اثنان في الزائد ما لا نهاية إنها زائد ما لا نهاية. أرجو قد فهمتم عند الزائد ما لا نهاية والناقص ما لا نهاية. بقيت لنا الآن عند الاثنان لأنها قيمة ممنوعة لأنها تعدم المقام. نطبق عليها نفس الحالة التي طبقناها على الحالة الثالثة. فتصبح لنا هكذا ليميت 2x قلنا زائد 1 ناقص 1 على x ناقص 2 لما الاكس يؤول الى الاثنان بماذا؟ بقيم اقل، هكذا هذا رمز قيم اقل تصبح تساوي. الان الاشكال ليس لما نأتي هنا نعوض اكيد يصبح لنا 4 وزائد 1 يصبح لنا 5، لكن الاشكال يصبح لنا في هذا المكان. عندنا كذلك ابنائي ليميت 1 على x ناقص 2
لما الإكس يؤول إلى الناقص 2 بقيم أقل، عفوا إلى الزائد 2 بقيم أقل، قلنا هذه تعطينا ناقص ما لا نهاية، والناقص هذا التي سبقت قبله ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا زائد ما لا نهاية، مثل ما تحدث. أو أنا نأتي إلى جدول الإشارة كذلك، اللي هو إكس ناقص 2، نضع هنا الإثنان هكذا، من هنا نفس ومن هنا عكس، من هنا صفر ناقص ومن هنا صفر زائد، يعني هنا صفر ناقص وهنا صفر زائد، لأن كلمة ناقص معناها صفر ناقص، والزائد معناها صفر زائد، حتى نفهم جيدا. فأصبح لنا هنا واحد على صفر ناقص هي ناقص ما لا نهاية، والناقص أصبح لنا زائد ما لا نهاية. ثم عندنا ليميت، نفس الشيء، ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى الإثنان بقيم أكبر، نطبق عليها تصبح لنا هذه تعطينا زائد ما لا نهاية، والناقص تصبح لنا ناقص ما لا نهاية. هنا التفسير البياني هو إكس يساوي لنا 2 مستقيم مقارب عمودي أو موازي لمحور التراتيب فقط، أرجو قد فهمتم. إما تستعملون تلك المبرهنات التي تحدثت عليهم أو تستعملون الإشارة. نأتي الآن إلى المثال السادس الذي هو ليميت إكس مربع زائد 2 ناقص 2 على إكس ناقص زائد 4 الكل مربع لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. هنا مباشرة أكيد لو نأتي إلى هنا ونعوض بالناقص ما لا نهاية، أصبح ناقص ما لا نهاية زائد 4 اللي هي ناقص من الكل مربع هي زائد ما لا نهاية، 2 على الما لا نهاية أكيد هذه يذهب إلى الصفر، نأتي بهذه وأعوضه هنا، أصبح زائد ما لا نهاية مربع اللي هو زائد ما لا نهاية. بنفس الخطة الآن ليميت إف لإكس لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، نفس الشيء هذه تصبح لنا 2 على الما لا نهاية سوف يذهب إلى الصفر، ونأتي بهذه هنا نعوض بالزائد ما لا نهاية تصبح لنا زائد ما لا نهاية زائد 2 تبقى لنا زائد ما لا نهاية. أرجو قد فهمتم عند الما لا نهايتين. بقيت لنا الإشكال الآن عند الأربعة. الآن بقيت لنا هنا عند الأربعة اللي هي عند إكس ناقص 4 الكل مربع تنعدم عند الأربعة. هنا أبنائي علي أن أذكركم كذلك بقاعدة أو مبرهنة اللي هي ليميت 1 على إكس ناقص أ الكل هكذا مربع لما إكس يؤول إلى أ، دون أن نذكر بقيم أكبر أو قيم أصغر لأنها مربع، تساوي لنا هذه زائد ما لا نهاية. معناه لما نقول على مثالنا هذا هو ليميت إكس مربع ناقص 2 زائد أو زائد 2 ناقص هكذا ناقص، نضع هنا ناقص 2 على إكس ناقص 4 الكل مربع لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الأربعة. هذه طبقا لهذا القاعدة، انظروا كم تعطي لكم، تعطي لنا زائد ما لا نهاية، وهذا الناقص يصبح لنا ناقص ما لا نهاية فقط، أرجو قد فهمتم، لأن هذه تشبه هذه إلا أن هنا الاثنان عدد موجب يعني لا يحدث شيء. هذه بهذه القاعدة، ونقول إكس يساوي لنا 4 مستقيم مقارب عمودي أو شاقولي. هذه إذا طبقنا هذه القاعدة اللي هي موجودة باللون الأخضر يمكن أن نستعمل جدول. الجدول هنا كذلك لاحظوا، إذا قلنا إكس ناقص 4 عفوا إكس ناقص 4 تنعدم أكيد عند الأربعة، وهنا هكذا، هنا نفس وهنا عكس، لكن نحن لا نملك تلك بل نملك مربع. التربيع إذا ربعنا هنا هكذا فأكيد هنا نربع، تربيع الناقص ماذا يعطي؟ يعطينا زائد، وتربيع الزائد يصبح زائد، يعني من هنا صفر زائد ومن هنا كذلك صفر زائد، لأن انظر كلمة زائد معناها صفر زائد. فماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا ليميت إكس مربع زائد 2 ناقص 2 على إكس ناقص 4 الكل مربع لما الإكس يؤول إلى الأربعة، هنا بقيم أقل أو قيم أكبر، هنا تصبح لنا هنا صفر 2 على هكذا، لاحظوا ماذا تصبح؟ تصبح لكم في هذا المثال هنا في هذا الجزء بحنا 2 على صفر زائد اللي هي كم؟ زائد ما لا نهاية، والناقص تصبح لنا ناقص ما لا نهاية، أرجو قد فهمتم. ويبقى لنا دائما التفسير البياني هو إكس يساوي 4 مستقيم مقارب عمودي. بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى المثال الأخير عندنا كذلك اللي هي هذه الدالة الناطقة اللي هي ليميت إكس مربع ناقص 1 على إكس مربع زائد إكس ناقص 2 لما الإكس يؤول أولا إلى ناقص ما لا نهاية، بما أنها دالة ناطقة تقول أكبر حد على أكبر حد، يعني هذا مع هذا،
أصبح لنا ليميت x مربع على x مربع لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية يساوي هذا يذهب مع هذا أصبح لنا واحد. هذا الأمر يكرر كذلك عند الزائد ما لا نهاية، هنا كذلك عند الزائد ما لا نهاية. أعتذر، هنا ذكرت أنه زائد ما هنا كلاهما يعني يصبح لنا واحد، أكبر حد على أكبر حد. ونقول التفسير البياني إيكلاك يساوي لنا واحد مستقيم مقارب أفقي. أرجو قد فهمتم، يعني الأمر جد بسيط. الآن يبقى لنا عند الواحد والناقص اثنان لأنهما يعدمان المقام. أولا لو نأتي مباشرة ونقول هكذا ليميت x مربع ناقص واحد على x مربع زائد x ناقص اثنان، لما الـ x أكيد أولا ينطلق إلى الواحد بقيم أقل يصبح يساوي. ركزوا هنا أرجوكم، إما أن نستعمل الجدول وأمره جد بسيط، انظروا هكذا وهكذا وهكذا. هذا المقام أكيد يعدم عند الواحد وعند الناقص اثنان، معناه x مربع زائد x ناقص اثنان ينعدم عند الناقص اثنان وعند الواحد، ونضع رمز الانعدام هكذا. انظروا وتابعوا، هنا تقول قاعدة نفس وداخل مجال جذرين عكس، معناه من هنا صفر زائد، ومن هنا صفر ناقص، ومن هنا صفر ناقص، ومن هنا صفر زائد، يعني كلمة زائد معناها صفر زائد. الآن تعالوا نعوض، الآن ننطلق قلنا بالواحد، أتينا بالواحد، عوضوا هنا بالواحد، تصبح لنا واحد ناقص واحد اللي هو كم؟ هو صفر، والمقام كم يعطي لنا؟ كذلك صفر، حالة عدم التعيين، ما علينا إلا لما نجد صفر على صفر أن نفكر في عملية اسمها الاختزال. كيف ذلك أبنائي؟ دققوا أرجوكم نقطة نقطة ولا نتعجل. إذن كيف تتم؟ قلت لما نجد صفر على صفر والأمر متعلق بكثير حدود على كثير حدود نستعمل الاختزال، تصبح لنا هكذا ليميت x مربع ناقص واحد اللي هو المتطابقة الشهيرة رقم ثلاثة اللي هو x ناقص واحد في x زائد واحد على هذا. كيف يحلل؟ يحلل بما أن عنده جذور، تصبح لنا x ناقص واحد هكذا في x زائد اثنان. وتعالوا قوموا بعملية نشر هذه، أليس تجدون هذه؟ نعم، كل عبارة إذا علم جذرها تكتب أ في x ناقص x واحد في x ناقص x اثنان. الx واحد والx اثنان هما هذه، حتى تفهموا جيدا، والأ هنا واحد. أرجو قد فهمتم، يعني هذه قواعد درست في السنة الثانية والأولى. فتصبح لنا هكذا، فماذا يحدث مع x يؤول قلنا إلى الواحد بقيم أقل أو قيم أكبر، مع x لا يساوي قلنا ناقص واحد عفوا واحد، و x لا يساوي الناقص اثنان، يحدث هذا الاختزال. الآن عوضوا الآن هنا بالواحد وعوضوا هنا بالواحد، أصبح لنا اثنان على ماذا؟ على ثلاثة. إذا نهاية الدالة هذه f عند الواحد بقيم أقل وبقيم أكبر تساوي لنا اثنان على ثلاثة. لماذا؟ لأن هنا وجدنا صفر على صفر، وأنا قلت عدة مرات صفر على صفر في الدول كثير الحدود الحل هو الاختزال. بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى الناقص اثنان، سبحانه هكذا ليميت x مربع ناقص، قلت x مربع ناقص واحد على ماذا؟ على x مربع زائد x ناقص اثنان، لما x يؤول إلى الناقص اثنان بقيم أقل يساوي. لماذا عند الواحد لم أقل بقيم أقل؟ لأن تم الاختزال فأصبح الواحد لا يؤثر على المقام، أما هنا ما زال يؤثر هذا الاثنان لما نعوض. أكيد تصبح لنا، عوضوا الآن هنا بالناقص اثنان وهنا بالناقص اثنان وهنا بالناقص، المقام أكيد يعطي لنا صفر. أما البسط لما نعوض هنا بناقص اثنان مربع هو أربعة، أربعة ناقص واحد هي ثلاثة، لكن الناقص اثنان بقيم أقل، انظروا بقيم أقل يعني قيم أقل نتجه نحو الناقص ما لا نهاية، النهاية ناقص ما لا نهاية وهي زائد ما لا نهاية اللي هي أعطت لنا صفر زائد، أصبح لنا ثلاثة على صفر زائد إنها زائد ما لا نهاية. الآن ليميت كذلك f لx لما x يؤول إلى الناقص اثنان بقيم أكبر، بقيم أكبر ها هي أمامكم، تصبح لنا تساوي لنا لما نعوض في البسط نجد ثلاثة والمقام نجد صفر، لكن بقيم أكبر انظروا الإشارة التي نتحدث عليها إنها ناقص، عدد على صفر هو ما لا نهاية، حرب الإشارات إنها ناقص ما لا نهاية. ماذا نقول؟ نقول x يساوي لنا ناقص اثنان مستقيم مقارب عمودي، أما الواحد فلا يمكن أن نقول عليه مستقيم مقارب لأن وجدنا
أن النهاية عند الواحد، قلت النهاية عند الواحد وجدناها 2 على 3، معناه يوجد صورة الواحد بالدالة F. حتى نفهم جيدا يا أبنائي مع احترام قلنا مجموعة التعريف. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الأم الطاهرة. كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.